اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من جوه الصيدليه هكلمكم فيها على الكونتور كير. انا عمرو ابو بكر. الكونتور كير من الاجهزه السكر اللي موجوده في الماركت بقالها فتره واللي بيعتبر سعرها رخيص. من مميزاتها ان هي بتديك فيها انديكيتور باللون، يعني بتديك اللون. احنا عندنا 3 الوان، اللون الاصفر الاخضر والاحمر. الاصفر لو كان قياس السكر بتاعك عالي، اما الاخضر لو كان قياس السكر بتاعك في المعدل الطبيعي، والاحمر لو قياس السكر بتاعك قليل. لو جينا بصينا هنلاقي ده الجهاز ودي العلبة زي ما انتوا شايفينها. الجهاز ده من مميزاته كمان ان انت ممكن توصله على الموبايل ابليكيشن، وهنعمل حلقة كاملة عن ازاي ممكن نستخدم الموبايل ابليكيشن لانه هو كويس جدا جدا جدا. دي الحافظة اللي بنحط فيها الجهاز بعد كده، والشكاكات عشان لو عايزين نسافر او عايزين نروح اي مكان. الكتيب طبعا ملوش اي لازمة، وده بيكون شكل الجهاز. الكونتور كير لونه ازرق، اما الكونتور نيكست زي ما هنشوف برضو بعدين هو لونه بيكون اسود. ده اللانسيت ديفايس او القلم اللي بنحط فيه الشكاكات، وكمان بيجي معاه علبة بيكون فيها 5 شرايط عشان نقدر نستخدمهم مع الجهاز، وكمان بيجي معاهم 5 شكاكات بتيجي بألوان مختلفة. طبعا لو جينا سألنا على موضوع الألوان مختلفة ده، هنلاقي ان الألوان مختلفة دول ميزة كمان في الكونتور، لان الالوان دي بتخليك انت ممكن تحدد لون لكل يوم، فما تتلخبطش او ترجع تستخدم السن مرة تانية، وده بيخلي الناس تبدأ تحس بالالم وتبدأ تعزف عن استخدام الجهاز او قياس السكر. علشان كده بيقولك ان انت يفضل ان انت كل يوم لما تيجي تستخدم الجهاز تستخدم سن جديد. السنون دي معمولة بشكل معين ان هي لو استخدمت مرة في المرة اللي بعدها بتبدأ تحس بالالم بشكل كبير. طبعا الجهاز بيجي معاه 5 بس، واحنا بعدين بنشتري العلبة. العلبة بتيجي فيها 25 واحدة. اول حاجة لما بنيجي نستخدم الجهاز بنبدأ نشيل الكفر اللي عليه ونبدأ ندوس على اوكي دوسة طويلة، بيبدأ الجهاز على طول بيبدأ يشتغل معنا. اول حاجة الجهاز ده مش محتاج كودينج ولا محتاج اي حاجة، تقدر تستخدمه على طول. ده القلم او اللانسيت ديفايس. لو بصينا على اللانسيت ديفايس هنلاقي ان اللانسيت ديفايس محطوط عليه ارقام. طب ايه لازمة الارقام دي؟ الارقام دي محطوطة علشان قوة وشدة الشكة. طبعا كل واحد مننا عنده سماكة او سمك للجلد، فكل ما كان سمك الجلد اقوى او اعلى بتبقى محتاج انك تعلي الرقم شوية شوية، وده طبعا بيجي بالممارسة او بيجي بانك تجرب. طبعا لو كان سمك الجلد رفيع خصوصا للسيدات وامهاتنا والناس دي، فاحنا بنقلل الرقم وبالتالي ما بيحسوش قوي بالشك. بنبدأ نظبطه ونبدأ نحط فيه السن زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبنلف الجزء اللي فوق خالص لحد لما بيلين معانا وبنبدأ نشيله. فالموضوع سهل جدا، بنحط الكفر عليه وبنبدأ نسحبها، نسحب الجزء الخلفي ورا بحيث ان هو يكون جاهز للاستخدام. بنجيب الشرايط، وناخد بالنا يا جماعة واحنا بنستخدم الشرايط دايما ان بعد ما نستخدم كل شريط لازم نقفل العلبة، لان الشرايط بتتأثر بالرطوبة وبتتأثر بالضوء، علشان كده يفضل دايما العلبة تكون مقفولة. بنحط الشريط جوه الجهاز، بمجرد ما بنحط الشريط جوه الجهاز بتيجي علامة اللي هو السامبل اللي هو حط نقطة دم. بنيجي بنظبط القلم زي ما اتكلمنا، وهنا في موضوع اخذان العينة يفضل دايما ان احنا نستخدم الصباعين دول، لان الصباعين دول من اللي هم بيكون احساس القلم فيهم قليل جدا، ولما بنيجي ناخد العينة يفضل ان احنا ناخدها من الجنب، ولما قبل ما ناخد العينة يفضل ان احنا نعمل مساج او نعمل رابينج كده، نبدأ نعمل مساج للايد. ليه؟ علشان نحرك الدورة الدموية علشان تطلع نقطة دم كافية اول ما نعمل ايه الشكة. الجهاز بياخد نقطة دم، دي ميزة الجهاز. زي ما انتوا شايفين نقطة الدم ما كانتش كافية، فايه اللي هيحصل؟ في الاجهزة التانية كلها الشريط بيكون باظ، وبتبدأ تطلع شريط تاني وتعمل شكة تانية علشان تبدأ تستخدم الجهاز، وبالتالي بتخسر شرايط وبتخسر سنون وبتخسر شكة زيادة. هنا الوضع مختلف، هنا بيديك حاجة اسمها second chance. second chance دي بتقولك ان انت قدامك في جهاز كونتور كير قدامك 30 ثانية ترجع تسحب نقطة دم كافية بحيث ان الجهاز يبدأ يشتغل. فلو جينا بصينا هنلاقي
بمجرد ما نضغط طلعنا نقطة دم كافية، الجهاز سحبها، خلاص الجهاز بيدينا بمجرد 5 ثواني بعد ما بياخد العينة بيدينا القياس. القياس دلوقتي 94. لو احنا شايفين هو مدينا علامة صح على ايه؟ مدينا علامة صح على الاخضر، معناها ان هي في الرينج الطبيعي. بعد ما بنخلص بنبدأ نحط الكفر بتاع السن وبنبدأ نطلعه بطريقة بسيطة جدا، بحيث ان انت ما تتشكش، او لو حد بيستخدمه لك ما يتشكش ويبدأ يتصاب بأي حاجة، لان احنا بنتعامل هنا في حاجات فيها دم. طيب الجهاز لو احنا عايزين نظبط الاعدادات بتاعه بندوس على الزرار الفوق وبنبدأ نظبط اي اعدادات. لو احنا عايزين نظبط التاريخ، عايزين نظبط الوقت، عايزين نظبط ان هو الصوت بتاع الجهاز ان هو يطلع او لا لو في صوت على الجهاز، اهم حاجة احنا بنبقى عايزين نظبطها اللي هو الرينج الطبيعي. الرينج الطبيعي اللي جاي مظبوط بيجي الجهاز هو من 70 لـ180. طيب فرضنا ان انا ست حامل، او انا عندي حاجة معينة، او انا السكر بتاعي لازم يكون اقل، خلينا نقول مثلا ان هو من 70 لـ140 مش 180، وبالتالي ارجع اظبط الجهاز بحيث ان هو يديني القراءات بتاعتي قراءات صحيحة وابدأ اكون متابعة. يعني ما يبقاش السكر بتاعي 140 وانا اصلا الطبيعي بتاعي او الماكسيمم بتاعي 140 مش 180، وهو يديني ان انت within the range، لا عندها هيبدأ يديني القرايات قرايات صحيحة. كمان الجهاز بيبقى فيه إمكانية إن أنت تاخد الأفريج بتاعه لمدة 7 أيام، مدة شهر، لمدة 3 شهور، وده بيطلع لك أفريج أو متوسط القرايات لمدة شهر، وهو ده اللي بيفيدنا طول الوقت. دي كانت نظرة سريعة على جهاز كونتور كير وإزاي أقدر أستخدمه من البيت. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا. عمرو ابو